تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر الاتحادية. وقد تسلم الرسالة الموجهة إلى حضرة جلالة الملك حفظه الله سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لدى استقباله معالي محمد الأمين ضيف اليمني وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة، وذلك بمكتبه بقصر القضيبية صباح هذا اليوم. وخلال اللقاء رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بزيارة معالي محمد الأمين ضيف اليمني لمملكة البحرين، حيث جرى استعراض للعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين وعدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك.